الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، تقدمها لكم الزميلة سارة نجيب. إليك سارة. شكرا أدا، شكرا فاطمة. مشاهدينا، هذه جولتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بهدف الإسراع في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج، وبالتالي الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير. جاء ذلك خلال لقاء مع السفير الأسباني بالقاهرة البارو إيرانثو، حيث تم بحث التغيرات التي تشهدها صناعة الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية وجهود الاتحاد الأوروبي لتغلب على هذه التحديات وتأمين الإمدادات ودور مصر في تأمين جانب من هذه الاحتياجات. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات للتصنيع الصينية الضعيفة. وهبط خام برنت بنسبة 1.62% ليصل إلى 79 دولارا وثلاث سنتات للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.81% مسجلا 75 دولارا وتسعة وثلاثين سنتا. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.44% لتصل إلى دولارين وأربعة وثلاثين سنتا للتر. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.78% لتسجل دولارين وستة وثلاثين سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا من إحجام المستثمرين عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي حول السياسة النقدية هذا الأسبوع، بينما زادت أسهم جي بي مورغان بعد اتفاقه على شراء معظم أصول بنك فيرست ريبوبليك. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.05%، كما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.06%. وكذلك استهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات متراجعا بنسبة 0.14%. ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر، متجاوزا مستوى 29 ألف نقطة، بعد أن واصل بنك اليابان سياسته النقدية الميسرة التي دفعت الين إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا. وكان قطاع السكك الحديدية والخطوط الجوية الأفضل أداء من بين 33 قطاعا صناعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ ارتفع كل منهما بنحو 2%. كما ارتفع أسهم شركات صناعة السيارات بأكثر من 1% وسط زيادة في قيمة المبيعات الخارجية، وارتفاع المؤشر نيكي بنسبة 92%. في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1%. أظهرت بيانات رسمية أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في إبريل، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد وسط تعافي غير منتظم في مرحلة ما بعد الكورونا. كما نما النشاط غير الصناعي في الصين بوتيرة أكثر بطئا في إبريل، وهو ما يشكل مؤشرا سلبيا بالنسبة لصانعي السياسة. في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل غير متوقع في أبريل، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كورونا. بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أفادت بأن مؤشر مدير المشتريات الرسمية في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2 نقطة
نقطة منخفضاً من 51.9 نقطة في مارس ليكون دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش. ورغم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام مدفوعاً بتحرر الطلب الاستهلاكي، إلا أن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي. في غضون ذلك أظهرت البيانات أن النشاط غير التصنيعي في الصين نما بوتيرة أكثر بطئاً في أبريل، وهو مؤشر سلبي بالنسبة لصانعي السياسة الذين يعتمدون على استهلاك الخدمات لتعويض الضعف في قطاع المصانع. وتستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي قدره نحو 5%، وذلك خلال العام الجاري، غير أن هذا الهدف هو أحد أكثر الأهداف تواضعاً منذ عقود، فيما تتوقع بكين أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 2.8% في عام 2022. أعلن المطار الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا أنه تعرض لانقطاع للتيار الكهربائي في إحدى محطاته، ما أدى إلى إلغاء 40 رحلة. وكلف رئيس فيرديناند ماركوس جونيور وزارة النقل بإصلاح المشكلة على الفور والاهتمام بالركاب المتضررين، بما في ذلك عمليات تسجيل الوصول والمغادرة. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة إلى فاطمة وأدا مرة أخرى. شكرا لك سارة.